يعد ملعب 19 ماي 1956 أحد أكبر الملاعب على المستوى الوطني، يأتي بعد ملعب 5 جويلية من حيث عدد المقاعد، حيث يتسع ل 58 ألف متفرج. الملعب التحفة فتح أبوابه عام 1987 واحتضن العديد من اللقاءات الدولية، كما احتضن لقاءات المجموعة با من كأس أمم إفريقيا عام 1990. وكمعظم ملاعب الوطن يبقى الملعب يشكو نقصا واضحا في نوعية العشب، فما هي الأسباب يا ترى؟ العشب الطبيعي لازم له يد متمرسة ولا كادر يكون متخصص في العشب الطبيعي. يعني ببساطة الأمر أنا ما نقدرش مهنة دهان يخدمها يعملها عامل بناء، ولا بناء يقدر يخدم خدمة الدهان، سي لا ميم شوز كو العشب الطبيعي. مشكل تاني يعني في الجزائر لحد الآن ما كانش أسمدة مختصة في العشب الطبيعي. الحاجة يعني المشكل الثالث لحد الآن يعني فيما يخص نوعية البدرة، بدرة العشب الطبيعي ما كانش بدرة يعني اللي ما كانش يعني بدرة جديدة في الجزائر. يعني نعطيك مثال صغير، فيها نوعية من العشب الطبيعي اللي معروفة هنا في الجزائر، هما نوعين معروفين بزاف هنا في الجزائر اللي ما يطلبوش الماء كمية كبيرة من الماء، هو الكيكيوكو ولا لوشياندون. الكيكيوكو والشياندون في البلدان المتقدمة وفي أمريكا وفي كندا، لأنهم هما يعني اللي متمكنين ومتمكنين بزاف في الميدان هذا، خرجت نوعيات جديدة، خرجت نوعيات جديدة اللي بلو يعني العشبة راح تكون رقيقة شوية على العشبة اللي راهي متواجدة حاليا في الملاعب الجزائرية. لكن واش قاعدين نشوفوا احنا في الملاعب الجزائرية، خاصة الملاعب هذه اللي عندها 16 سنة وعندها 15 سنة و10 سنين، نوعية البدرة راهي نوعية بدرة يعني حد الآن راهي غير مستعملة في البلدان الأوروبية ولا البلدان المتقدمة يعني في المجال هذا. تتعدد الأسباب وتبقى الأرضية واحدة، فما هي الحلول التي بإمكانها أن تخرج ملاعبنا من هذا الوضع المزري؟ لازم الملاعب هذه تتوفر على عتاد صيانة مختصة بالعشب الطبيعي يعني، وإن شاء الله لو كانت تتوفر يعني تتوفر الأسمدة ويتوفر العتاد ونكونوا إطار يعني يعني في كل ملعب نكونوا يعني مختصين ما يحتاجوش يعني مستوى علمي كبير. الملعب سيحتضن نهاية شهر مارس لقاء الجزائر والمغرب لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا، والعمل جاري لأجل تهيئة الأرضية لهذا الموعد الهام من قبل شركة خاصة. Ici, il y a un manque de produits spécifiques gazon et il y a un manque de moyens sur le matériel qui fait qu'on ne peut pas avoir des stades au niveau avec les moyens techniques qui sont déployés ici. Alors, les solutions d'après toi ? Bah, les solutions d'après moi, c'est de pouvoir arriver à avoir des produits spécifiques gazon qui ont des apports différents que des produits agricoles. Le gazon a besoin d'autres choses, a besoin des choses un petit peu plus précises, un peu moins grossières. Moi, j'ai vu ici des choses être faites avec des petits tests. Ils mettaient une petite dose, une autre petite dose pour essayer de trouver un résultat. Mais en faisant comme ça, on arrive à trouver des résultats périodiques. C'est-à-dire que ça va dépanner sur le moment. Mais on ne peut pas avoir un stade de haut niveau annuel avec des performances de qualité. قد تهيئ الأرضية لهذا الموعد الهام وقد يجرى اللقاء في أحسن الظروف، لكن إلى متى تبقى ملاعبنا تعاني النقص وإلى متى نبقى نعتمد على الحلول الظرفية؟